واش نقول لك اودي هذاك الشيء اللي كيستحقوا. انا غنكون مرتاحه الا خدوها. علاش؟ باش ما يخرجوش يديروا ثاني مصائب اخرى ويعرفوا الفلوس بان المراه ما ساويه والو. هذاك الشيء كاين، هذاك الشيء كاين، ماشي ما كاينش. لا واحد اخر تيقول لك لا كاينه الفديه. الفديه ماشي في القتل العمد. خطا كان عندك فيه الفديه، ولكن العمد ما فيهش الفديه. شي وحدين اخرين تيجيو تيضلوا تا كلام الله كيضلوا باش يديروا الثغرات باش ياخذوا التنازل ويخرجوه ويديروا ثاني مصائب اخرى. على ذلك التنازل يعني عائلتكم التقاليد ما توصلوش معاكم؟ واش غيتواصلوا معايا وانا رافضه؟ انا قلت لك قدام الملاء باش غيتواصلوا معايا؟ هذوما يجيو يديروا عندي بالك. هذا احسن حاجه في الدرس هي باش تسد عليا ذاك الباب لانني ما تقبلتش منه. الحمد لله الحمد لله بكل شيء. كان عندي ثقه في القضاء غياخذ يا حقي باذن الله. عندي ثقه فيه 100%. الله يحفظكم والله يجزاكم. المائده احسن من مائدتي وجماعه احسن من جماعتي واهل احسن من اهلي. انا راضيه على ولدي، انا راضيه على ولدي، انا راضيه على ولدي. شكرا. الله يحفظك. ديال الراحه كيفاش غادي نرتاح وانا الابن ديالي فقدته وفي هذا الشهر المبارك هذاك؟ ما بغينا غير هو كيف ما خسر في هذيك الجريمه ياخذ الجزاء ديالو ويعرف بان راه كاين العدل. كاين عدل في السماء وعدل في الدنيا نتاع ربي يمهل ولا يهمل كما قال لك يمهل ولا يهمل. والحمد لله راه هو غادي يخلص، غادي يخلص مهما كان كما غيخلص. حتى واخا يخرج كاع غادي يخلص. الله سبحانه وتعالى راه ما تيبغيش الظلم، راه قد حرم الظلم على نفسه. وكيف يجعلوه مباحا بين الناس؟ راه قد حرم الظلم على نفسه. ودعوه المظلوم ليس لها بينه وبين الله حجاب. حنا راه ما غنسمعش ليه، واخا ياخذ العقاب هنا راه ما غنسمعش ليه حتى قضى يوم القيامه. علاش؟ انه طيح ليا واحد ما قلتش كان السنه ديالي، راه نصف الحياه ديالي حيده لان ماشي غير انا، انا وافراد العائله. ما بالك باصدقائه والصحاب ديالو والجيران. والحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال. يا اخي الناس ما تيخافوش الله، اصلا نقول لك انا وما خافش الله سبحانه وتعالى وعارف راسه انه تيجري. واحد تيدافع على المظلوم، على الظالم، ظالم عارفه ظالم، هو بداته عارفه ظالم وتيدافع عليه. واش تقول غدا وبعد غدا؟ غير ولادك اللي مشاو للمدرسه، مشاو للمدرسه وهضروا على هاد النادي. اش غتقول لولادك؟ اش غتقول لجيرانك؟ اش غتقول مع الزملاء ديالك؟ او تدافع على ما ماشي المحاماه راه ماشي الدفاع عن الظالم المظلوم. راه المهنه الشريفه هذه مهنه شريفه. واش نقول لك؟ ما عرفت والله ما عرفت. الحمد لله على كل حال، الحمد لله. الله يهدي مخلوق، الله يهدي مخلوق، الله يهدي مخلوق. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.